السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة يا جماعة يكون بخصوص الويندوز. هنتعلم مع بعض ازاي نحل الايرور اللي بيظهر للناس وهو بيعمل ريستارت الكمبيوتر، بيظهر له ايرور زي ده، او بمجرد ان هو يفتح الكمبيوتر بتظهر له الرسالة دي. طبعا بيبقى مش عارف ايه سببها ولا ايه مصدرها، اذا كان فيروس ولا مش فيروس، اذا كان في مشكلة في السيستم ولا مش مشكلة. فالنهاردة ان شاء الله هنتعلم نحل الرسالة دي، يعني نحل الايرور ده ازاي مع بعض، عن طريق الكنترول بانل. هي حاجة في السيستم هنعدلها، مش هتظهر لك الرسالة دي تاني. تمام، هنروح اول حاجه على قائمه ستارت، ومن قائمه ستارت هندخل على كنترول بانل، وبعدين هيظهر لنا الشكل ده. تمام، هتيجي هنا من كلمه كاتيجوري وتختار لارج ايكونز، وبعدين تخش على ادمنستريتيف تولز، ومن ادمنستريتيف تولز تختار علامه الساعه اللي هي اسمها تاسك. تمام، دوس عليها مرتين هيفتح لك مربع زي ده. هنختار من هنا تاسك لايبراري، هندوس عليه مرتين. تمام، هيظهر لك هنا شوية حاجات. ركز معايا قوي هنا في النقطة في الخطوة دي، لأن الخطوة دي هي اللي هتحل لك المشكلة بتاعة الايرور اللي بيظهر. هتلاقي هنا موجود كده مكان ما واقف بالماوس، يعني في ملف اسمه أو في علامة ساعة كده مكتوب جنبها باك جراوند كونتينر. تمام، هتلاقي مكتوب فيها الاسم ده أو باك جراوند كونتينر. تمام، الاسم ده هو اللي هيكون موجود هنا في المربع. طبعا انا مش ظاهر عندي لان انا ما عنديش الايرور ده، مش بيظهر لي في الويندوز. فانت دلوقتي انا مثلا هفترض معاك ان دوت الباك جراوند كونتينر، هتدخل انت عليه هتدوس عليه مرتين هيظهر لك مربع زي ده. تمام، هتدخل على اكشنز، وبعد كده هتدوس على ايديت تعديل. هتلاقي هنا في عندك كلام، وهنا هتلاقي هنا يعني المربعين دول في اول مربع فوق كلام، امسحه، هتحدد عليه كده زي ما انا محدد، وتدوس ديليت من الكيبورد، هيتمسح معاك. بعد كده تدوس اوكي. تمام، طبعا هتدوس اوكي وتبدا تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك، وتشوف اذا كانت الرساله هتظهر لك تاني ولا لا. هعيد الخطوات تاني معاك. الرساله بتاعت الخطا اللي بتظهر لنا اسمها باك جراوند كونتينر. تمام، هندخل على كنترول بانل، ومن كنترول بانل هنختار ادمنستريتيف تولز، وبعدين هندخل على تاسك نفتحها، بعدين هندخل على التاسك اللي هنا ندوس عليها، هيظهر لنا مربع فيه شويه ملفات او اوامر. هنا هنختار باك جراوند كونتينر، هتلاقي موجود اسمها هنا، هتدوس عليها مرتين، وبعدين هيفتح لك مربع بالشكل ده. هتدخل على اكشنز، ومن اكشنز هتنزل تحت تختار اديت او تعديل. تمام، هتلاقي هنا كلام هتعلم عليه كده وتمسحه من الكيبورد. بعد كده تدوس اوكي وترجع تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك، هتكون المشكله اتحلت معاك ان شاء الله. اتمنى الناس تكون استفادت، اتمنى الناس اللي كان بيظهر لها الايرور تكون قدرت تحل المشكله او قدرت افيدهم في حل المشكله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.